طيب، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال: والسكون إلى ذلك الكلام لا يزال على التمني. هذه جميلة، كتبها الأخ ماهر حفظه الله، قال: مندل بن علي: خرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر فمر بمسجد بني أسد، وقد أقام المؤذن الصلاة فدخل يصلي، فافتتح إمامهم البقرة في الركعة الأولى، سورة البقرة، ثم قرأ في الثانية آل عمران، فلما انصرف قال له الأعمش: أما تتقي الله؟ أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فليخفف، فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة؟ فقال الإمام: قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك أنك ثقيل. طيب، هذه مرجعها من حلية الأولياء لأبي نعيم رحمه الله تعالى. نعم، لا، ما يعني يقال فيها الصحيح والضعيف، وأبو نعيم عنده تصوف، ولهذا جعل في مقدمة كتابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الصوفية، أهو صحيح، هؤلاء أئمة السلف، لكن اختصرها الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي رحمه الله، إلى كتاب سماه صفة الصفوة، كتاب لا بأس به، أحسن منها بكثير. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والسكون إلى ذلك، أي إلى الأماني التمني، وكما قال: رأس أموال المفاليس، ومتاجر البطالين، وقوت النفوس الفارغة، هذا التمني. قال: والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شرف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، نعم، التفكير كما يقولون، أحيانا بداية الخير خطرة تمر بقلب صاحبها، وأحيانا مبدأ الشر خطرة، فهو يشجعك على خطرات الخير ويحذرك من خطرات الشر. قال: وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. قال: فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته، بقي قسمان آخران.